السلام عليكم متابعي قناه صوت العداله اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في الفيديو جديد من مدينه صفرو كل شي عرف القصه ديال ماريا من بعد ما صورنا معها والفيديو ديالها الحمد لله لقى تجاوب من طرف المشاهدين اللي خدا بارطاج على نطاق واسع وايضا تدخلوا بعض الناس للمساعده ديالها اليوم اتصلت بنا ماريا من اجل توجيه رساله شكر لكاع الناس اللي ساهموا في البارطاج ولا باش انهم عاونوها الحمد لله دابا وقفات على رجليها ولات كتخرج ولات كتمشي تجيب ما تاكل ما تشرب. في انتظار انه يجيها شي عمل اللي غادي دير منه مدخول قار لان ده الناس هدول اللي تعاونوا معاها كراولها لها شهرين داوها للسبيطار شراولها لها الدواء داروا لها السكانير يعني كل شيء الحمد لله تكلفوا لها به الا انه بقى المسؤوليه ديالها انها تبقى تخلص كل شهر من بعد ما غادي تدوز هاد المده هادي بلا ما نطول عليكم نخليكم مع ماريا وتعرضكم لكم كيفاش تعاونوا هاد الناس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ماريا كيف بقيتي بخير دابا اخويا سول فيك الخير الله يرحم والديك الحمد لله بعدا اليوم جينا وعكس على ديك المره اللي كنتي جالسه في داك القبر كيف ما ما كنتي قلتي لنا عاودي لنا من بعد داك الفيديو واش الناس اللي تدخلوا شكون ما هاد الناس إذا كانوا بطبيعه الحال كشفوا على راسهم شنو باش عاونوك كيفاش انك ماريا تحولت من داك من ديك النهار في ديك الحاله لهذه الحاله اللي الحمد لله اللي كنا كنشوفوا يعني الحمد لله واحد التحسن بغيت نقول لك انا غير هاد السيد مسكين اللي اللي تكلف بالمسؤوليه ديالي هو مسكين اللي جا عندي قلت لك دوز ليا وشرى لي الدواء ودار لي داك السكاني الكبير صافي هادشي اللي كاين يعني. واخا هاد السيد هذا باش عاونك يعني هو كرالي وهو داني مسكين للسبيطار دوز ليا شرى لي الدواء هانتوما كتشوفوا هادشي اللي كاين يعني هو كراليا مده شهرين المهم دوزات هاد وإحنا ويحل الله الشيء اللي كاين اخويا انهم يعني جاوا شي ناس قبل من هذا هما تعاونوا معاك اه تعاونوا معايا داوني للسبيطار ديال محمد الخامس وداروا لي السكانير ولكن يعني ماشي داك السكانير الكبير يعني سكانير غير عادي دوزوا لي اه تعاونوا معايا اه تعاونوا معايا دوزوا لي اه هادو غير شي صحاباتي كانوا كيخدموا في القهوه وشافوني في داك مم. الفيديو وجاو عندي وداروا لي السكانير ولكن داك السكانير قلت لك قالوا لي عندك الاعصاب هنايا وطلع لي لهنا لدنية هادشي اللي كان وشربت داك الدواء ما دار لي والو يعني شربته ما كاين شي حاجه ولكن هاد السيد مسكين هو اللي جا دار لي السكانير كبير فاس بالفلوس داك الطبيب اختصاص اختصاصي ودا لي داك السكانير الكبير نيت مم. وصافي ودوز ليا وشرى لي الدواء وهاني باذن الله باذن سيد ربي هاني برايس كنشكركم نتوما وكنشكر هاد السيد بزاف اللي مسكين عاوني وقفتك على رجلي ربي لا يجازي المهم انا هو دابا خلصني مده شهرين المهم دوزات شهرين وديك الساعه بحال الله واخا مريق قلتي لأنه يعني من بعد هاد الشهرين فاش غادي ما عندك فين غادي تمشي اش غندير اخويا ما ما عرفتش شنو غندير والله قلتي انك يعني باغا تخدمي باغا باغا نخدم على راسي و بحالاش بحالاش مثلا شتا فاش ما لقيت يعني فاش ما لقيت لقيت هكا فشي قهوه في الكوزينه ولا لقيت هكا فشي دار فاش ما لقيت المهم هو انت خصك انك يعني توفري نخدم بصراحة. نخدم ولقى باش نكري ولقى باش ندي لخويا الماكله هادشي اللي كاين واخا قلتي أنه ان عندك شي اخ هو يعني كيعاني من من المرض النفسي عاود لينا على اخوك والحاله ديالو وكيفاش انه يعني تولى من شخص عادي سليم لواحد مريض خويا بصراحة كان إنسان ضريف بزاف وكان محبوب بزاف وكلشي تيبغي وكان الصلاة والعبادة فهمتي <applause> فاش طلقت الوالدة ديالي مع با يعني ما عرفت شنو قالوا الله ما عرفت واش الحشيش اللي حمقوه ولا يمكن ربما كان كيهضر مع بنات بزاف حمقات شي وحدة الله أعلم الله <applause> أعلم أنا براسي كان قولي من عند الله برحبه وإلا مشي حاجة الله ياخد حقه حيا <applause> هو فين كي كيعيش هو كيعيش في الشباك تما كاين في واحد البيت في كيدور اه كيبقى في الزناقي بزاف تما كيدور داكشي باش قلت لك انا الزواج ما بغاتش نتزوج يعني مثلا الا يعني مشيت لشي عند شي ناس هكا غير مسافره ولا هذا ديما خصني نخلي له المصروف ديالو انا راه هكا الناس اللي على برا كنقول لهم هاكوا هاد 5 دراهم ولا 10 دراهم شريو له كاس القهوه ولا حليب ولا اللي قسم الله وصافي هادشي الشيء اللي انت كتعاوني مع خوك اللي انت اصلا براسك خصك اللي يعاون اي والله الا نتوما كتشوفوا الحاله ديالي كي كيفاش كنت انا كنت كنقول صافي غادي نموت صافي يعني كنفكر في خويا ونفكر في راسي ونفكر لي مثلا في الخدمه ديال القهوي واخا كنخدم في هذه الخدمه ديال القهوي مره كيعطوك 50 درهم يعني مره ستين درهم يعني هذه هي الخدمه ديال هنا في صفر عندنا راكم عارفين اللي كاين المجتمع ديالنا ما كيرحمش عود بنادم كاين اللي كيخليوه يخدم كاين كيوقع كيحركوا جيه. عليه توجيهات والمعرفه وبزاف د الحوايج انا كيعجبني غير نخدم ما كيعجبنيش شي واحد يتوشيني ولا يقيسني ولا شي حاجه ما كرحمش بحال هكا كيعجبني نخدم ترانكين ولكن المجتمع ديالنا ما كيرحمش اصلا غير كيشوفوا شي وحده وليا وكتخدم بوحدة وتتمشي بوحدة وكتجي بوحدة كيقولوا كي زعما يعني هذه راه غير بوحدها ما عندهاش اللي يتبعها ما كاينش اللي يجي عندها فهمتي وانا الحياه ديالي والحياه د خويا معصباني في راسي كنفكر في خويا مريض كنت كنطلب الناس هكاياك الله زعما نلقى واحد شي محسن بين كيديه لشي مركز ولا شي سبيطار يعني باش يحارب هذا الادمان وباش يبرا وباش يوقف على رجليه يفكر شنو غايدير في الحياه ديالو لان انا ما عليه قبل ما تموت راكم عارفين بنادم الى بحال دابا والديك الى وصاوك على شي حاجه راه ضروري تبقى انت يعني عندك المسؤوليه والله الى دابا حرت انا كنطلب من الناس هكا اللي يقدر يساعدني يدي لي خويا لشي مركز بغيتو يبرا وبغيتو يوقفك على رجليه شحال في عمرك والله ما نكذب عليك عندي لا كارط وأنا مقاريش منا. مقاريش نقولك حل. حل. آه. عندي انا ما قرياتش منها ما قلتش نقولك شحال عندي لا ولكن انا ما قرياتش باش نقول لك واخا شنو قالك الطبيب فاش مشيتي يعني باش نصحك قال لي يعني كولي وشربي ويعني ما تفكريش في هذا الشيء بحال هكا قال لي هذا الشيء راه عليك بزاف فهمتي قال لي يعني فكري غير فراسك يعني وفكري في الحاله دي يعني مرض تعصبت في يعني كنفكر بزاف يعني فهمتي مثلا اي بلاصه مشيت نخدم فيها وما كان فيها صافي كنمرض كنبقى نقول شنو درت لهاد الناس شنو صوبت لهم يعني اي خدمه طلبوها مني راه كنديرها ولكن شنو الفائده يعني مثلا علاش كيحركوا عليا شنو درت شنو صوبت كنبقى كنتعصب وكنبقى كنبكي وصافي عاود لا غدا ان شاء الله تصور حتى الماكله شي مرات ما كناكلهاش كاع كنقول غير نخدم يعني مثلا غير نخدم ناكل انا ودي لخويا ولكن ما عرفتش واخا حاليا مريم من بعد انها يعني وقفات على رجليها تداويتي كراوليك الناس شهرين باش كطالب باش انها تولي انسان عاديه مستقره في حياتها شنو خصك يعني لان لان المتتبع كيبغي يعرف مثلا هذه السيده هذه شنو خصها باش انها تولي بحالها بحال كاع الناس الامنيه ديالي اخويا بصراحه كن كنتمنى زعما شي واحد <applause> هكا ياخذ لي شي مويحل هكا و شي بيت فين تجلس شي بيت هكا فين نجلس واخا غير مويحل هكا غير صغير وصافي يعني غير نرتاح من الكرا ونبقى غير نخدم هكا ونجيب راسي ما ناكل وندي لخويا ما ياكل وصافي هادشي اللي كن يعني انت باغا تستقر هذه هي الامنيه ديالي اخويا رضا الله يسهل عليك ان شاء الله اذا المتتبعين كيف ما سمعتوا ماريا البنت كطالب باش انه يكون عندها غير واحد الماكل فين غادي تبقى تجلس فيه وهي مستقره حتى الا ما خدماتش ما كلاتش ما شرباتش تجلس غير في البيت والا أنا احسن ما انها هي غادي تبقى خارجه وراسها كتفكر فوقاش غادي نجيب ملي غنجيب انا 7000 ريال مثلا باش غادي نكري فهمتو؟ نطالبوا من المحسنين ومن المتتبعين اللي كانوا رساله شكر كبيره من هذا المنبر انهم يشوفوا لها شي بيت ما كتعرفوا يعني شي بيت صغير في المدن في هنا في المدينه القديمه بعدا هنا في الصفرو كيكونوا يعني رخاصين علاش ما يتجمعش مثلا الناس ونلقاو لهاد السيده هادي شي حل فين انها تجلس عند اخوها مريض عقليا يعني الا مشات حتى حتى جلست معها راه هي مسكينه كتقبيس كتعاود لي قالت لك انا كنخاف انا في شي نهار ينزل عليها قتلها يعني راه خصكم حاولوا انهم يعني تحطوا قدام عينيكم الحاله ديال هذه السيده هذه ما خدامه ما ردامه ما ما كاين اللي كيتعاون معاها من غير هذا السيد الحمد لله ولكن من بعد هذ الشهرين هذه فين غتمشي هذه هاد السيده هذه فين غادي تمشي شهرين راه غمض عينك حلها يدي داز الله يجازيكم بخير السيده راه باغا شي بيت فين تجلس واخا يكون غير غير جوج شبور المهم هي باغا تستقر باغا غير تدخل الدار تكون مرتاحه واخا ما تخدمش واخا ماشي ماشي ضروري انها تجيب الفلوس المهم هي جالسه في ديك في ديك البلاصه كيف ما كتعرفوا الحمد لله وليكس علينا هذا الخير دابا راه الشتا داخله السيده باغا انها فين تخبع بهذا المفهوم هذا السيده باغا فين تخبع في من هذا البرد نتمنى من المشاهدين باش مش انهم يشوفوا من هذه الحاله كان معكم رضا من مدينه صفرو والسلام عليكم